نعم حتما، هذا يعني هذه العمليات عمليات تهريب السلاح المستمرة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية في السابق طبعا ما زالت مستمرة، ربما الطرق البحرية الوحيدة التي تم قطعها بشكل كامل، لكن الولايات المتحدة تسعى بشكل أو بآخر لقطع الطريق الدولي الرابط ما بين كل من طهران ودمشق، وذلك من خلال الطائرات التي استخدمتها الطائرات المقاتلة من طراز اف 22 واف 35 واف 16، وكذلك أيضا القاذفات الاعتراضية A10، إضافة إلى ذلك مدافع هايمرز وكل القطع العسكرية التي تدخل باتجاه المناطق المعارضة السورية أو المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بشكل عام، وجيش سوريا الحرة والتدريبات التي تجري كلها تشير إلى أن هنالك مشروع أمريكي لإنشاء يعني حزام سني في هذه المنطقة، نظرا لوجود يعني العديد من المعلومات التي تشير إلى أنه ربما قد يتم إنجاز مشروع للولايات المتحدة بهذا الخصوص، الذي من شأنه يساهم بشكل أو بآخر في عدم يعني إيصال أو عدم إيصال هؤلاء المقاتلين الذين يلتحقون بالفصائل الموالية لإيران والتي ما تمثله من ضغوط على الجانب الإسرائيلي. فعمليا الساحة السورية ربما مقدمة على يعني متغير جديد، ليس فقط على سنشهد تداعياته على الساحة السورية وإنما على الساحات العاملة فيها إيران بشكل كبير. ربما التصعيد بالدرجة الأولى سيكون في الجانب في الجبهة اللبنانية أو محيط الجبهة اللبنانية، وفيما لو كان هنالك رد بالنسبة للقوات أو الموالية لحزب الله أو الميليشيات التابعة أيضا لها، الميليشيات الإيرانية بشكل عام، فأعتقد بأنها بشكل أو بآخر سيكون الرد في الداخل اللبناني. لكن الجانب الإسرائيلي يسعى إلى فصل الجغرافيا السورية عن الجغرافيا اللبنانية والجغرافيا العراقية، لكنه تحت هذا البند أيضا ما زال يحتفظ بعملية في استخدام حقه يعني بحفظ أمنه الإقليمي والأمنه الدولي وفي يعني في المناطق الحيوية، وهنا أتحدث عن المناطق الحدودية بوجه التحديد، فهنالك الكثير من الغارات ربما لا تفصح عنها إسرائيل، وكذلك أيضا هنالك قصف بالقذائف المدفعية، ربما بعض الصفحات الموالية الموجودة في تلك المناطق تشير بشكل أو بآخر على أن هنالك استهداف ليلي بشكل شبه مستمر وتحذيري أيضا للقوات المتموضعة في هذه المناطق القريبة من الحدود، وبالتالي الطرفان يقومان بالتحشيد ورفع مستوى التصعيد ما بين الجانبان. كذلك أيضا الولايات المتحدة جلب تلك الأساطيل لا أعتقد أنها جاءت من أجل نزهة في منطقة الشرق الأوسط، فهنالك تكاليف كبيرة جدا لنقل هؤلاء الجنود، هنالك 3000 جندي. كذلك أيضا هنالك معلومات تشير إلى أن الولايات المتحدة عازمة على يعني تسليح أساطيلها البحرية بألف طائرة من طراز من الجيل الخامس والسادس من أجل حمايتها. كذلك أيضا سفن ناقلات النفط الأمريكية، من المحتمل أن يكون هنالك أيضا تسخير تلك السفن من أجل مواجهة أي محاولات قرصنة. الجانب الإيراني أيضا يعلن عن رفع التصعيد وبأنه ربما قد يستهدف أيضا القوات المتواجدة في مضيق هرمز فيما لو شكلت عليه خطرا، وبالتالي التهديد ليس فقط في الجغرافيا السورية وإنما ربما قد تكون بوابة التصعيد أو إشعال الفتيل سيكون في الداخل السوري، لكن صداه ربما قد يصل إلى مضيق هرمز.